والماء. إذا كيف تنبت حبوب اللقاح؟ إذا ستحت ظهرة الأب، ثم بعد ذلك لا بد من أن تصل لنا حبوب اللقاح إلى بدقة الزهرة، خصوصا إلى مبيض الزهرة. إذا كيف سيحدث هذا؟ وذلك عن طريق إنبات حبوب اللقاح. إذا حبوب اللقاح لكي تنبت لا بد من توفر مجموعة من العناصر الضرورية كالماء، ثم العناصر الاقتياتية طبعا على مستوى موسم المدقة. إذا نلاحظ هنا بزوغ أنابيب اللقاح. إذا لدينا هنا حبة اللقاح، وهذه حبة اللقاح نلاحظ أيضا ماذا؟ ظهور أنبوب اللقاح. إذا أنبوب اللقاح نجد في مقدمة الأنبوب نواة الخلية الإنباتية، وفي نهايته نجد خلية توالدية. إذا سنتطرق إلى كيف يتم إنبات حبوب اللقاح أو تشكل أنبوب اللقاح. إذا لدينا هنا خلية أو حبة اللقاح تتكون من خلية توالدية وخلية كبيرة الحجم وهي خلية إنباتية. إذا نواة الخلية الإنباتية ستتقدم، نلاحظ هنا ظهور أنبوب اللقاح. طبعا لابد من توفر العناصر الأساسية كما قلت، الماء والمواد الاقتياتية بالنسبة لحبة اللقاح. إذا فإنه يبدأ باستطالة الأنبوب، ثم نجد في مقدمة أنبوب اللقاح نواة الخلية الإنباتية، يتبعه نواة الخلية التوالدية. إذا بعد ذلك يستطيل الأنبوب، ثم نلاحظ أنه تخضع نواة الخلية التوالدية لانقسام غير مباشر لتعطي خليتين وحاديتي صيغة صبغية. نسمي هذه الخليتين بحييين مئبريين، وهما عبارة عن مشيجين ذكريين. ثم في الأخير طبعا بعد استطالة هذا الأنبوب ستتلاشى أو تنحل نواة الخلية الإنباتية. إذن عبارة عن أنبوب لقاح يستطيل داخل مدقة أو قلم مدقة زهرة. إذا الميسم قلم ميسم، ثم أنبوب لقاح، ثم كذلك نلاحظ مبيض على مستوى المبيض، بويضة، وداخل هذه البويضة كيس جنيني كما سبق وفصلناه. إذن الهدف هو أن تصل المشيج أو المشيجين الذكريين إلى الكيس الجنيني. إذا يتطلب إنبات حبوب اللقاح عدة شروط، منها وجود الماء والعناصر الاقتياتية في الميسم، وحرارة ملائمة، وتلاؤم وراثي بين حبوب اللقاح والميسم، أي أن يكون كل من حبة اللقاح والميسم من نفس النوع وألا يكون من نوعين مختلفين، لأن ظاهرة الأب لا تتم إلا في حالة تلاؤم بين حبوب لقاح والميسم. إذا شرط أساسي. إذا تنبت حبوب لقاح مكونة أنابيب لقاح مختلقة قلم الميسم كما تبين الصورة في اتجاه المبيض، وأثناء ذلك تحتل النواة الإنباتية مقدمة أنبوب اللقاح ويصغر حجمها بازدياد طول الأنبوب إلى أن تضمر. أما النواة التوالدية فتنقسم داخل الأنبوب انقساما غير مباشر لتعطي حييين مئبريين كما قلت، عبارة عن مشيجين ذكريين. إذا بعد وصول الحييين المئبريين إلى البويضة ستحدث ظاهرة مهمة تسمى بالإخصاب المضاعف. إذا لدينا هنا بويضة خصوصا كيس جنيني. إذا داخل هذا الكيس الجنيني كما نلاحظ ثلاث خلايا معاكسة، نواة الخلية المركزية وخليتان مساعدتان وبويضة غير ملقحة كما نلاحظ باللون الأحمر، حيي مئبري. إذا نلاحظ تواجد حييين مئبريين. الحيي المئبري الأول فإنه يندمج مع الخلية أو عفوا مع البويضة غير الملقحة، والحيي المئبري الثاني مع نواة الخلية المركزية. إذا
ما معنى هذا؟ إذن هنا فإن أنبوب اللقاح بعد استطالته فإنه يصل إلى البويضة، وطبعا فهو يمر بالنقير ويخترق الجويزة ليفرغ الحيين المئبريين، إذن داخل الكيس الجنيني، حيث يتحد إحداهما مع البويضة الغير الملقحة بالأخضر ليعطي بيضة رئيسية التي تتطور فيما بعد. هذه البيضة عبارة عن خلية ثنائية صغار سبيادوزين لتعطي تتطور لتعطي جنين. أما الحيي المئبري الثاني سيندمج مع أو سيتحد مع نواة الكيس الجنيني، فينتج عن ذلك تكون بيضة تابعة ستتطور لتعطي سويداء. ونتحدث أو نتكلم عن ظاهرة تسمى بالإخصاب المضاعف. إذا نتحدث عن الإخصاب المضاعف لأنه يتعلق الأمر بإخصابين، إخصاب حيي مئبري أول مع أو اتحاد حيي مئبري أول مع بويضة غير ملقحة، واتحاد حيي مئبري الثاني مع نواة الكيس الجنيني ليشكلنا بيضة تابعة خوازن، وهي التي ستعطي السويداء التي توفر المدخرات الغذائية للجنين. إذا الآن بعد حدوث ظاهرة الإخصاب سنتعرف عن كيف تتكون البودرة. إذا البيضة الرئيسية ستتطور لتعطي جنين فتي، ثم البيضة التابعة ستعطينا سويداء كما لاحظت، سويداء في مراحلها الأولى بداية تطورها، ثم هنا سويداء فرقاء بداية تطور الجنين، برعم نهائي للجنين، سويق جدير أي البنيات الأولية للجنين. هنا نلاحظ سويداء تطور الجنين نضج في الأخير، سويداء يزداد حجمها، ثم كذلك الجنين. إذن عبارة عن السويداء والجنين تمثل لنا البودرة، سويداء. إذن كما قلنا سابقا فإن السويداء هي خلية تخوازن، أي هي التي تنتج انطلاقا من تكاثر وتفريق تكاثر الخلايا أو عفوا البيضة التابعة. أما الجنين فهو ينتج انطلاقا من تكاثر خلية البيضة الرئيسية، عبارة عن كيس جنيني. إذن هنا الرسم يظهر لنا تكون البودرة بعد الإخصاب المضاعف. إذن بعد الإخصاب تنحل الخلايا المساعدة والخلايا المعاكسة، وتتعرض البيضة الرئيسية لانقسامات غير مباشرة تؤدي إلى ظهور البنيات الأولية للجنين كالجدير والفلقة أو الفلقتين، وكذلك البرعم النهائي. تتكاثر البيضة التابعة لتشكل كتلة خلوية مليئة بالمدخرات الغذائية تسمى السويداء. إذا السويداء كما سبق رأيناها. إذا في بعض البذور تهضم الفرقتان السويداء وتمتلئ بمخزون مغذي للجنين، إنها بذور نسميها ببذور دون سويداء. إذا تكون السويداء داخل الفرقتين، وهكذا تتحول البويضة إلى بودرة والمبيض إلى ثمرة. إذا البويضة في الحقيقة فهي إذا البودرة هي التي تمثل لنا هي البويضة، أما المبيض بكامله فهو يتحول إلى ثمرة. إذا واضح، إذا البويضات هي التي تعطينا البذور، والمبيض كامل هو الذي يتحول إلى ثمرة. إذا كمثال تطبقونه، نأخذ مثلا فاكهة معينة، إذا الثمرة التي تأكلونها فهي عبارة عن مبيض، كانت في الأصل مبيض. أما البذرة التي نجدها داخلها فهذه البذرة فهي عبارة عن بويضة. إذا البويضة تحولت لتعطي بذرة، والمبيض تحول إلى ثمرة هي التي طبعا نأكلها.
إذا إنبات البذرة عندك سيادة البذور. إذا تشكلت لنا هذه البذرة، كيف ستنبت؟ إذا المراحل، ما هي مراحل إنبات البذرة؟ إذا نلاحظ لدينا هنا بذرة، نلاحظ بروز الجذير، ثم ماذا؟ بعد دخول الماء إلى البذرة سيؤدي إلى انتفاخها وتمزق الأغشية المحيطة بها، لأن طبعا كل بذرة فهي محاطة بأغشية، ولكي تتمزق عند دخول الماء فإنها تنتفخ وتتمزق هذه الأغشية المحيطة بها، مما يؤدي إلى بروز الجذير. إذا هذا الجذير ينغرز في التربة. إذا واضح؟ إذا البذرة في الصورة الأولى البذرة إذا ستنتفخ بعد دخول الماء لتستطيع أو تتمزق الأغشية المحيطة بها، لذلك إلى بروز الجذير وانغرازه في التربة بالشكل هذا جوج. ثم بعد ذلك نمو الجذير، سينمو هذا الجذير ويشكل لنا جذورا، وكذلك السويق وبروز البرعم الذي سيعطي الأوراق في الشكل الأخير. إذن هذا هو البرعم الذي سيبرد ويعطي لنا الأوراق ثم تشكل. إذا أخيرا سنتحدث عن دورة نمو كيفية البذور، ولدينا الوثيقة التي تمثل دورة نمو لكيفية البذور. لأنه لاحظ أن الذرة تتكون من أعضاء ذكرية وأعضاء أنثوية، طبعا توالدية مدقة وأردية. إذا السدات على مستوى السدات فهي تتكون من خوات ومئبر. على مستوى المئبر نجد أكياس لقاحية تتوافر على حبوب لقاح، على خلايا أم لحبوب لقاح تستخدم انقسام اختزالي لتعطينا 4 بويغات، كل بويغ يخضع لانقسام غير مباشر ليعطينا حبوب اللقاح أو حبة لقاح عفوا مكونة من خلية إنباتية وخلية توالدية. إذا ثم بعد ذلك ستعمل حبة لقاح على إنتاج أو إنبات أنبوب اللقاح لكي تصل إلى مبيض الزهرة، وذلك بالطبع عند توفر المواد الغذائية أو العناصر الاغذائية الأساسية والماء على مستوى ميسم مدقة هذه الزهرة. ثم بعد ذلك سنلاحظ أنه لدينا بالنسبة للمدقة داخل المدقة كما قلنا على مستوى المبيض بالضبط داخل الكبريت نجد بويضات. إذا هذه البويضة فهي تتكون أو قلنا بداخلها نجد كيس جنيني الذي يتكون من 3 خلايا معاكسة ونواة الكيس الجنيني وخلايا مساعدة ثم بويضة غير ملقحة. إذا بعد استطالة أنبوب اللقاح سيصل إلى الكيس الجنيني، وذلك عبر النقير بعد اختراقه لخلايا الجويزة، ثم سيحدث إخصاب مضاعف. هذا الإخصاب الذي سيؤدي إلى تشكل بيضة رئيسية ستعطينا الجنين، ثم بيضة تابعة ستعطينا السويداء، وفي الأخير تشكل البذرة التي ستنبت عند توفر الظروف الأساسية لنموها من جديد لتعطي من جديد زهرة. وهكذا إذا يمكن أن نخلص إلى أن تتميز حياة الكائنات الحية التي تتوالد جنسيا كنباتات كاسية البذور بتعاقب ظاهرتين أساسيتين هما الإخصاب والانقسام الاختزالي. إلى خلال دورة حياة هذا الكائن الحي نقوم بتحديد موقع الإخصاب والانقسام الاختزالي، وبهذا نحدد مرحلتين: مرحلة ثنائية الصيغة الصبغية أي من الإخصاب إلى الانقسام الاختزالي، ومرحلة ثنائية عفوا مرحلة أحادية الصيغة الصبغية أي من الانقسام الاختزالي إلى الإخصاب. والسلام عليكم. أتمنى أن يكون كل ما تطرقنا إليه في هذا الدرس واضحا، وإذا لديكم أي سؤال أو استفسار لا وإذا لديكم أي سؤال أو استفسار يمكنكم طرحه علي في أي وقت.
بالتوفيق لكم جميعا، السلام عليكم.